تحياتي ليك زميلي محمد الجندي هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا من امام دولاب البطولات، الدولاب الذي يحتوي على العديد من الكؤوس والبطولات القاريه والمحليه التي نجح الاهلي في تحقيقها عبر سنوات طويله جدا من خلال اجيال كثيره تعاقبت على النادي الاهلي. والان ونحن في هذا الحدث الرياضي الهام 111 سنه بالنسبه للنادي الاهلي، يسعدني ان يكون معي العميد علاء صلاح مدير امن مقر النادي الاهلي بالجزيره. سياده العميد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في هذا الحدث المهم جدا اللي تواكبت معاه احداث رياضيه كثيره، تنظيم بطولات افريقيه للكره الطائره وكره اليد وانجازات كثيره تحققت من خلال العاب الصالات خلال الفتره الاخيره، و111 سنه دايما انجازات وبطولات. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاول بقول للاعضاء وجماهير ومجلس اداره النادي الاهلي كل سنه طيبين بمرور 111 سنه، وان شاء الله كل سنه في تقدم وازدهار. وقبل ما ابدا باي حاجه احب اوجه رساله للكابتن محمود الخطيب واقول له الف سلامه وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه، لان هو دوت ايقونه النادي الاهلي ويعني دفع للامام باسمه بس وتاريخه بيخلينا كلنا نشتغل حتى وهو مش موجود، ربنا يرجعونا بالسلامه ان شاء الله. واما بالنسبه بقى للبطولات والحاجات اللي كانت شغاله يعني مش عايز اقول لك كانت عامله ازاي، يعني الله اكبر الله اكبر، يعني ان النادي الاهلي نظم 5 بطولات ورا بعض، كره طايره سيدات افريقيا، كره طايره رجال افريقيا، ماتش السوبر ما بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره، بطولتين افريقيا بتوع اليد واليد رجال وسيدات. فكل ده كل الاحداث دي متواليه، بس بسم الله ما شاء الله النادي الاهلي كفيل ان هو ينظم اكتر من كده بكتير، وروح الفانيلا الحمراء بتخلي كل الناس تشتغل في بوتقه واحده، والحمد لله من نجاح لنجاح. 111 سنه انجازات وبطولات، اللحظه تحب تقول فيها ايه، خاصه انكم دايما عائله الاهلي داخل النادي سنوات طويله جدا متواجدين داخل النادي الاهلي والكل داخل النادي بينتمي لهذا المكان وهذا الكيان العريق. انا الحمد لله طبعا يعني بفخر ان انا مدير امن المقر اهلي الجزيره، بس قبل كده كنت لاعب بهندبول في النادي الاهلي، عضو في النادي الاهلي، متربي جوه النادي الاهلي، فده مش حاجه جديده على النادي الاهلي. 111 سنه ان شاء الله نحتفل باكتر من كده، واولادنا واحفادنا يحتفلوا بال 200 وال 300، لان النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله هيظل عريق طول مدى الحياه، يعني طالما في حياه في الدنيا يبقى النادي الاهلي هو دوت رقم واحد في افريقيا في الشرق الاوسط في كل حاجه ان شاء الله. استغل وجودك معايا، الاهلي هو بيحتفل ب 111 سنه، مقبل على مباراه القمه مباراه الاهلي والزمالك، وحضرتك كنت حاضر الاجتماع الامني والتنسيق لهذه المباراه، اخر الترتيبات والمباراه خلاص خلال ساعات. والله انا لسه بص احنا عمالين شغالين في الكشوفات، لان احنا طبعا الاجتماع الامني كان يعني اسمر عن كذا توصيه، اولا حضور جماهيري بعدد معين اللي هو 300 من كل فريق النادي الاهلي ونادي الزمالك، 25 من مجلس الاداره والفي اي بي، المركز الاعلامي المفروض ان هو مخصص له 100 شخصيه هيبقى يغطوا النواحي الاعلاميه، بالنسبه للامن في 90 فرد من افراد امن الاهلي، بالاضافه ل 15 علاقات عامه، بالاضافه الى الشركه الراعيه للنادي الاهلي ليها 100 شخصيه هيروحوا يخدموا الشغل بتاعهم. فكل دوت يعني ترتيبات كلها تم الاتفاق عليها، والحمد لله بيتم تجهيز الكشوفات بالرقم القومي زي ما اتقال في الاجتماع الامني، وكله يعني شغال، مش عايز اقول لحضرتك خليه نحل عشان ان شاء الله ان يعني النادي الاهلي يظهر كالمعتاد مظهره. مباراه قمه الدوري منتهي الحمد لله من زمان، فرق النقاط مش هنتكلم عليه طبعا مش ده مجاله، ولكن النادي الاهلي لازم يظهر رقم واحد في كل حاجه، في تنظيم في امن في بطولات في كل حاجه. نعم، موعد المباراه ومكانها بقى كمان خلال الساعات القادمه. موعد المباراه ان شاء الله زي ما محدد الساعه 8 يوم الخميس 26/4، برضو متفقين ان البوابات هتفتح من الساعه 2 وهتقفل الساعه 7، هنبقى متواجدين عشان نساعد الناس. اظن لما يكون في كشوفات بالاسم ورقم القومي فهيبقى في سهوله ويسر في الدخول. السيد مندوب نادي الزمالك كان اوصى ان هو هيجيب الجماهير بتاعته في حافلات يعني، فان شاء الله الامور تبقى تمشي بسيطه وتمشي سهله والماتش والمباراه تعدي بخير يعني. كل سنه وحضرتك طيب وعائله الاهلي بخير، و111 سنه انجازات وبطولات دايما. كل سنه وانتم جميعا طيبين.
السلام عليكم. شكرا جزيلا زميلي محمد الجندي، انا بشكرك وبشكر طبعا سياده العميد علاء صلاح هنا من امام قلعه البطولات والانجازات والتاريخ.